يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن ينسب للطبيعة شيء كقولهم إن سبب الزلازل هو ضعف القشرة الأرضية؟ الزلازل ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة، ذكر لها سببا. الله يجعل الأشياء مربوطة بأسبابها، ما في شك، هذا شيء ما له سبب. الله يجعل الأشياء بأسبابها، الزلازل لها أسباب ما في شك. نعم.